مرحبا، أنا عفيف، جيت من جمعية لوياك كمتطوع. جينا من بيروت على البقاع، بالتحديد على مخيم الفقور، كرمال نوزع أضاحي العيد على الأهل. بال 2016 فتت على لوياك، كنت معرف جديد على التطوع، كنت عم فتش على كتير فرص بمحلات والتقيت بلوياك، ومن وقتها إنه ما بقى في ولا إيفنت ولا شيء، واكتشفت انه التطوع بينعكس علينا، لان كيف شو بعطي بيوصلني يمكن اوقات اضعاف وهيك. ينعاد عليكم كل سنه وانتم سالمين. يعني انه مبادرات لوياك كثير منيحه للمخيم، يعني عم يعطونا التفاؤل، عم يعطونا الامل. مثلا الاولاد هلا عم يعملوا لهم انه دورات ترفيهي، عم بفرغوا هالطاقة اللي عندهم، مع إنه هلأ ضغط شوب وضغط غلا وضغط، يعني إنه كل شيء من جميع النواحي، بس الحمد لله يعني إنه عم بفرغوا هالطاقة. وقت اللي إجوا أول مرة من يومين يوم الجمعة صارت عندهم فرحة قوية كتير، عندهم عيد، يعني العيد عيدين صار عندهم. هو عمل التطوعي، عمل التطوعي هو بيساعدنا نتعرف أكثر على الناس، يعني نوقف أكثر حد الناس، نتشارك أفكارنا مع هدول الناس. وكان يعني مثل اليوم كان كتير شعور، شيء كتير حلو، انبسطنا. يعني أنا شخصياً انبسطت، يعني شفت مرة أو زلمة كبير بالعمر جايين عم ياخدوا أضاحي، ويعني كان عندهم بسمة على وشهم. شكر كل واحد هيك عم يساهم فينا وبيساعدنا، وانه يضلوا معنا يعني مستمرين، لا يتركونا بنوب. الحمد لله رب العالمين، وكل سنه وانتم سالمين، وان شاء الله ينعاد عليكم خير وسلامه يا رب. وانبسطت انه جيت كرمال هدول الناس اللي هن بحاجه انه نكون حدهم من خلال لوياك، من خلال انه هيدا العيد هلا، فشيء اكيد بيفرحني. وشفت قد ايه انبسطوا من هلأ كرمال العيد وهيك. وذاتس